السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام أهلا ومرحبا بكم. احنا متواجدين بالمدينة بركان، بالضبط الشراعة، فمرحبا بالناس ديال بركان. هذه الوجهة هذه إن شاء الله غادي تكون بالمونوكابا الرشبادو، إن شاء الله غتكون باللون الأبيض ديال الرشبادو ان شاء الله بالكامل، ما غادي يكون فيها لا فواصل لا والو، غتمشي مساحات كامله بدون فواصل. الاخوان هما كيركبوا هنا الشوكه ديال القنات، كي كتشوفوا الزاويه درنا الحاده ديال المونوكوش اللي كنخدموا بها تقريبا دائما، فان شاء الله الاخوان راهم طالعين معها او غاديين معها بالشوكات، كيعدلوا الشوكات كاملين كيقدوهم، داكشي مقاد ان شاء الله. كلشي نفس العبارات اللي كتلقى هنا كتلقاها الفوق، كلشي طالع ميزان ان شاء الله. يوجدوا لها الشوكات ديالها كاملين باش ان شاء الله نحاولوا نجيبوا، غادي ندوزوها بالماكينه ان شاء الله الى كتاب، كنحاولوا اننا نوجدوا لها بالماكينه، فان شاء الله الناس ديال بركان. مرحبا بالناس ديال بركان والنواحي. ان شاء الله لاول مره غيكون الرشبادو في هاد الجهه هادي، فكي كتعرفوا الفيلا تقريبا غالبا ما كيخدموهم بالرشبادو، لان كيبغيو داكشي سامبل، وفعلا كيجي معاهم داكشي سامبل وخاصه باللون الابيض، فكيكون رائع. ان شاء الله غادي نطلع الفوق نشوف الاخوان واش تداروا تما. كي كتشوفوا الاخوان راهم دايرين معاها كامله، غاديين معاها بالزوايا كي كتشوفوا داكشي، الله يعطيهم الصحه، داكشي ميزان، داكشي غادي ميزان، الله يعطيهم الصحه. الفوق ايضا فين كيتلاقى الزاويه كي كتشوفوا تبارك الله عليهم، نشوفوا هذه الزاويه هنا ايضا، فتبارك الله عليهم. فالاخوان باش يعرفوا الصناعيه، يعني حاليا كنهضر مع الصناعيه، فديما حظيو هاد ملي تكونوا تخدموا الرشبادو وما يكونش فيه الفواصل، ديما حظيو هاد الملاقيات هادو، هاد الملاقيات هادو ديما حضيوهم. علاش؟ لان من كتجبد بالاش كيقدر الاش تدخل لك هنا وكتخلي لك واحد الخط، فديما بقاو تحضيو راسكم من توصلوا للقنات، وايضا في هاد القنت هذا ديما تحضيو في هاد القنت هذا فين كيتلاقى الباكيط، يعني فين كتكمل الباكيطه، لان الزاويه وحده فيها 2.5 متر، يعني ما غاديش تجيب داكشي كامل، ضروري ما غتكون واحد الملاقيه وواحد الحاجه اخرى ايضا نهود لتحت ان شاء الله نفهمها لكم، غنوريكم هنا في هاد المكان هذا، يعني حضيو الباكيطه من تركبوها، يعني حضيوها باش ما تكونش مقلوبه، خصها ما تكون مقلوبه لا من هنا ولا من هنا. انا غنوريكم دابا بحال نشوف هاد السليجه هذه مثلا، دابا من دير مثلا الرجله خصها ما تقيش هنا لداخل، يعني خص هذا الفراغ هذا يبقى باين، يعني في هذا المكان هذا شتي، يعني هذا المكان خصو يبقى باين، يعني لان الرشبادو كيتحك، ويلا تحك غادي يبقى يبان هذا البلاستيك هذا، فديما حضيو راسكم باش الباكيطه ما تكونش مقلوبه. فهادشي اللي كاين الاخوان، حنا ان شاء الله في هاد المكان هذا نطلب الله يوفق ان شاء الله. فمرحبا بالناس ديال بركان والنواحي.